adalah teman setiamu, dan hafalanmu adalah bukti cintamu padanya. Dengan setiap hafalanmu, kamu membawa keindahan Al-Quran ke dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي أليشيا فاطمة الزهرة، أنا من مدينة مالان، عمري 12 سنة، وقد حفظت القرآن مدة عام كامل، وأخذت السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما أحب هذا المعهد كثيرا لأنني أشعر بالسعادة هنا. لدي من الأصدقاء جيدون ومدرسون طيبون وإداريون مهتمون بالمعهد. أما بيئة المعهد فنظيفة ومرتبة ومنظمة، والأمر الذي أثارني بالإعجاب والدهشة بهذا المعهد إذ يجعلون في كل حلقة 4 أو 5 طالبات فقط، وهذا إن دل على أمر فإنه يدل على اهتمام كبير من قبل المعهد إلى الطالبة، فهو نظام فريدة ومميزة. أما بالنسبة للطعام فالطعام هنا لذيذة ومغيزة. والأمر الآخر، يوجد في المعهد من يغسل ثيابنا فنحن لا نغسل الثياب لأن الطالب تركيزه إلى القرآن وحده فقط. وفي الآخر أشكر الله شكرا كثيرا وأشكر والدي ووالدتي وأساتذتي وأصدقائي، بدونهم لن أستطيع أن أصل إلى هدفي وغاية المرجوة. فجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيا قلوبا في رباء.